الحوار الوطني حضراتكم دائما تسمعون طبعا عن الحوار الوطني، خصوصا لما الجلسات بدأت بتاعة الحوار الوطني والتحضير لهذا الحوار. والحقيقة ببساطة شديدة جدا عشان نبسط هذه المسائل، الحوار الوطني ما هو إلا حوار نتحاور فيه في كل أمورنا، يعني ببساطة جدا، وحوار حر ومسؤول في نفس الوقت، لأنه الحرية زي ما هي حرية هي حرية مسؤولة، فكل من يتحدث لابد أن يكون مسؤول إما عن رأيه أو عن وجهة نظره، أو إن رأيه يكون مفيد للبلد، مفيد بجد، مفيد برأي، بأطروحة، بتفكير، بفكرة بناءة، فكرة تاخد المجتمع، تاخد الدولة لقدام، وخصوصا لما يكون في لقاء مع يعني قوى مختلفة جدا، سياسية واقتصادية واجتماعية بشكل كبير جدا، ويبقى في حرية انه الناس تتناقش. وان الحوار الوطني الحقيقة دعا كل القوى بان هم يبعثوا بكل الأوراق، كل واحد عايز يتحدث في ايه، او ايه عايزين نقول الأطروحة الخاصة بالحوار، أو أفكار أو معطيات أو محاور أيا كانت، بحيث أن كل هذه الأفكار تصب في الحوار الوطني ويبقى فيه حوار. أحيانا خليني أبسطها أكتر، كل الكلام اللي بنتكلم فيه ساعات كده تسمع ناس والله يقول نتمنى أن مصر يبقى فيها كذا، أو يتعمل كذا، أو عايزين الموضوعات تبقى كذا، أو الفكرة، بدل ما يبقى كلام على الهوامش وهايص. فالحوار الوطني هيكون هو المكان اللائق أن احنا نتحدث فيه بحرية، ونتحدث فيه أيضا بأفكار تأخذنا لقدام. اليوم بدأ مجلس أمناء الحوار الوطني ثاني لقاءاته بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، استعدادا لتنظيم جلسات الحوار الوطني الذي تشارك فيه مختلف القوى السياسية والنقابية. من جانبه قال ضياء رشوان المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني بأنه تم تشكيل لجنتين فرعيتين اقتصادية واجتماعية، يعني علشان نقدر ناخد كل الموضوعات الاقتصادية في هذه اللجنة، كل الموضوعات الاجتماعية في هذه اللجنة، وهم من أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، وده كمان هيضيف جدا. أضاف كمان أنه خلال مؤتمر اليوم بأن الحوار الوطني ينظر للدستور الحالي بأنه قد أنصف حقوق الإنسان، وأن أننا نحتاج إلى تفعيل تلك المواد فقط، وأيضا أن لجان الحوار الوطني ستسعى لإزالة أي عوائق لتنشيط الحياة السياسية، دي نقطة مهمة جدا بينتظرها الكثيرون، وترسيخ حقوق الإنسان، يعني يبقى فكرة أن الناس تتكلم والناس تتحاور والناس تقول رأيها، زي ما أنا قلت الحرية عندما تكون مسؤولة. خلينا نتحدث أكتر عن محاور وعن أفاق الحوار ده ممكن يودينا لفين وينقلنا لفين. ما هو هي الفكرة زي ما قالوا في الجلسة، هو ليس حوار شكلي، هو ليس اجتماع للجان وهيئات وناس وقوى وآراء، ولكن هو اجتماع حقيقي لحوار حقيقي. كاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ هيطلعنا أيضا على مجموعة من الأفكار والآراء. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. يعني في وجود حضرتك كده عايزين نتحدث عن الحوار الوطني، خاصة اليوم هي الجلسة الثانية للإعداد لهذا الحوار، كيف ترى شكل الحوار؟ هياخدنا لفين؟ هياخد مصر لفين؟ بطبيعة الحال الحوار احنا لسه في ثاني جلسة، وهي ثاني جلسة إجرائية، لم ندخل إلى صلب الحوار حتى الآن. طبعا الجزء الإجرائي جزء في منتهى الأهمية، على أساسه بيتحدد المخرجات. لما بتعملي يعني الوضع الاساس صح، يعني هنجني ان شاء الله ثمار هذا الحوار قريبا اذا اراد ربنا. هذا واحد. لاين سياخذنا الحوار؟ هذا امر رأس بالمشاركين فيه، وبالقضايا التي سيطرحونها، والنقاشات العقلانيه والهذا والموضوعيه. كلما كانت هذه النقاشات يعني تبغي المصلحه العامه، وكلما كانت جميع يبغون الوصول الى حلول توافقيه، كلما ساعد ذلك في الوصول الى النتائج الجيده التي يتوقعها الجميع. الى اين سياخذنا؟ انا ظني من خلال ملاحظاتي يعني المتواضعه حتى هذه اللحظه، النقاط جيد، والمشاركين غالبيتهم على قدر كبير جدا من المسؤوليه، وبالتالي انا اظن ان ده هيقود لاحقا ان شاء الله الى مخرجات جيده في العديد من المجالات. طبعا في جزء ثاني متعلق ب اللي الناس مدركه الحدود والواقع والامور ازاي، فبالتالي ما حدش يبقى عنده تشاؤم شديد ان يقولها سيئه،
او تفاؤل مفرط بعيد عن الواقع ان احنا يعني هنتحول الى دوله غربيه طبعا اسكندنافيه بكره مثلا. صحيح. ده هيحصل ان شاء الله ولا لا، لكن ان شاء الله انا متصور انه الاوضاع ستكون افضل بقدر المناقشات الجيده وبقدر رئيس الجمهوريه قال سأستمع الى المخرجات وسارى ما الذي يمكن تحقيقه منها وساشارك في الجزء الاخير منها، وبالتالي النقاشات التي تمت بالاجتماع الماضي وقعد خمس ساعات، النهارده خمس ساعات كمان في الجلسه كامله من 12 ونص تقريبا ل 5 ونص، كان في قدر كبير جدا من الهدوء من الربانيه من التباين الصحي ولا اقول الخلافات اطلاقا، وجرى حسم الاساس الذي تجرى عليه المناقشات في المحور السياسي. طيب السؤال يعني يمكن الناس، حضرتك ذكرت نقطة وهي أنه الناس أحيانا ممكن تقول نوع من التشاؤم، ولكن هي فكرة بأنه كلنا سنجتمع من جديد وسنتحدث من جديد، ربما نطوي صفحة الماضي القديم يعني قبل الثورات ونفتح صفحة جديدة. مصر بقت في مكان مختلف، مصر بقت بتعيد يعني وجودها بشكل كبير، وبقى في عندنا تطور كبير جدا يعني مختلف تماما. هل ترى بأنه يعني نحن في الوقت السليم جدا لهذا الحوار الوطني؟ طبعا يعني دايما يعني بيقول انتصر، يعني في مثل مهم او قول مأثور، انتصر متاخرا خير من الا تصل ابدا. والرئيس عبد الفتاح السيسي في 26 ابريل الماضي في اطار الاسره المصريه لما تكلم عن هذا الامر قال بوضوح انه ربما كان الطبيعي ان احنا نعمل هذا الحوار قبل ذلك بكثير، لكن صحيح. كانت هناك تحديات وربما كانت هناك اولويات حالت دون ذلك في هذا الوقت، وبالتالي نحن وصلنا الى مرحله فيها المجتمع المصري استقر، الدوله المصريه قويه وعادت الى عافيتها، الحمد لله حالنا يعني رغم كل الصعوبات والتحديات افضل كثيرا من احوال دول اخرى في المنطقه وفي خارجها، فان يكون هناك حوار سياسي وان يفتح هذا الحوار للاراء المختلفه ده علامه صحيه وكبيره جدا. أكيد. علينا ان ننتهزها و يعني ناخد افضل ما فيها وصولا ان شاء الله الى تحقيق ما يطمح اليه الجميع او الغالبيه العظمى على الاقل. اكيد اكيد يا فندم. الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، اشكر حضرتك شكرا جزيلا، كل الامنيات بهذا الحوار الوطني الذي ننتظره اكيد والجميع ينتظره.